الميك اب من اهم الحاجات عند اي بنت. النهارده هوريكي طريقه سهله ولذيذه ترتبي بيها الميك اب بتاعك في سرحت. احسن طريقه ترتبي بيها انك تجمعي كل الحاجات اللي هي نوع واحد او زي بعض وتحطيهم في كونتينر مع بعض، او في طريقه تانية ان انت ترتبيهم على حسب استخدامك. يعني بتعملي الاي ميك اب الاول، تحطي كل الحاجات اللي لها علاقه بده مع بعض، بعد كده بتعملي وشك، فاونديشن، برايمر، بلاش، بعد كده الليبستكس بيتحطوا برضو كلهم مع بعض. فحوريكوا النهاردة ازاي تقدري ترتبي على حسب النوع وكمان بطريقة استخدام. ده شكل الدرج وهو فاضي ومفيهوش اي حاجة. طبعا لو حطينا جواه الحاجات بالشكل ده هتبقى مكركبة جدا، كلها هتدخل على بعضها ومش هتعرفي تلاقي اللي انتي بتدوري عليه. انا بقى بجيب المنظمات البلاستيك دي وبحطها جوه الدرج، وبعدين برتب فيها الحاجات بتاعتي على حسب النوع. يعني هنا هحط كل الاي شادوز بتاعتي، هرتبها بالشكل ده. وعايزه اقول لكم ان مش لازم الحاجات دي تجيبوها يعني من محل منظمات او كده، البديل ليها لو عندك اي علبه كانت مثلا علبه نظاره او علبه شوكولاته فاضيه ممكن تستعمليها، لانها بتتحط جوه الدرج فمش هتبان، بس الهدف منها ان هي بتساعدك انك تنظمي حاجتك. هنا مثلا هحط كل الكونسيلرز بتاعتي في علبة، دي مثلا علبة اوريدي جاهزة متقسمة حط فيها الاي برودكتس كلها، هنا الماسكاراز، الايلاينرز، اي اي شادو بانسلز وهكذا. وعندي سبيس هنا صغير، مش لازم ان انا احط له بوكس، بس بالطريقة المنظمة دي بحط اللاشز بتاعتي والجلوز بتاعت اللاشز جنبها. كده نبقى خلصنا اول درج اللي هو كله عبارة عن اي برودكتس. زي ما قلتلكوا في اول الفيديو وزي ما احنا كنا لسه شايفين، اول درج ده رتبناه بحاجة الاي ميك اب. دلوقتي بندخل على الخطوة اللي بعدها اللي هي الوش. فالبوكس ده انا حاطه فيه الفاونديشنز والبرايمرز المختلفة اللي انا بستعملها، والبوكس اللي جنبه محطوط فيه كل انواع الباودرز والبلاش والباليتس اللي بنستعملها للكونتورينج، والعلبة الصغيرة دي فيها التشيك تنتس والحاجات برضو اللي كلها تخص الوش. عايزة اقول لكم على تيب صغيرة، حاولي تجيبي من الكونتينرز دي او العلب مقاسات مختلفة بعمق مختلف. الحاجات العالية ممكن تساعدك انك تحطي فيها العلب الفاونديشن او البوتلز بتاعت الفاونديشن. الحاجات اللي يمكن ارتفاعها ما يبقاش عالي قوي ينفع تحطي فيها الاي شادوز بتاعتك او اي حاجة من الميك اب تكون فلات. بما ان كنا بنتكلم دلوقتي عن العين والوش وفرش الميك اب صعب انها تتحط جوه الدرج، انا قسمتهم في علبتين كده حطاهم هنا قدامي. دي كل الفرش اللي بنستعملها واحنا بنحط الاي ميك اب، ودي كل الفرش اللي بنحتاجها وقت الفيس ميك اب. اخر ستيب بقى او اخر درج فيه الليبستكس والليب جلوسز، وهنا برضو الليبستكس مترتبة عشان نقدر نشوفها، والساتينج سبريز بتاعتنا المختلفة، وبرضو البيوتي بلندر لما بنيجي نستعملها في اخر ستيب خالص ان احنا نبلند كل حاجة في وشنا. الطريقة دي بقى في ترتيب الليبستكس لذيذة وسهلة، لانها بتساعدك ببصة واحدة تشوفي وتعرفي كل اللي عندك، فانتي قادرة تشوفي درجات الالوان كلها. وانا مقسماهم هنا الليبستكس والليب بانسلز مع بعض، ودي كل انواع الستكس والجلوسز المختلفة، فبالتالي انا مش بتلخبط واجيب نفس الدرجة مرتين لاني قادرة اشوف كل حاجة. ولو نازلة اجيب حاجة ناقصة عندي بسهولة جدا اقدر اخد صورة للعلبة بتاعتي وابقى عارفة ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. وبكده تبقوا شفتوا الطريقة اللي انا بحب انظم بيها الميك اب بتاعي. خليني اقول لكم كده شوية تيبس سريعة احنا ليه بنعمل كده. اول حاجة الطريقة دي سهلة جدا ان انتي ما تبقيش كل حاجة متنطورة على السريحة بتاعتك وتلم تراب، وكل ما تحتاجي تنظفي تشيلي كل ده وتحطيه. تاني حاجة ترتيبها في الادراج بالطريقة دي بتخليكي قادرة تشوفي كل حاجة زي ما قلنا من نظرة واحدة، فتبقي عارفة ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك. واخر حاجة عايزة اقولها لكم ان مش لازم تشتروا المنظمات دي من حتة معينة، العلب دي اصلا بتستعمل لترتيب الحاجات في التلاجة، بس انت ممكن تستعمليها وتحطي فيها الميك اب بتاعك، او لو عندك اي علبة قديمة، علبة نضارة، علبة شوكولاتة، ممكن تستخدميها برضو نفس الاستخدام ده وتدخليها جوه الدرج عشان تساعدك انك ترتبي حاجة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم.
انتوا كمان ابعتوا لي في الكومنتس وقولوا لي بترتبوا حاجاتكم ازاي الميك اب بتاعكم، لو عندكم اي اسئله ابعتوا لي في الكومنتس.